مالك يا حبيبتي؟ في حاجة؟ لا، سلامتك يا طاهر. أنا كويس. متأكدة؟ أه والله يا طاهر أنا كويسة، صدقني. طيب أنا للأسف مضطر أمشي. النهاردة اتعشوا ما تستنونيش، ورايا شغل ويمكن أتأخر. ها؟ يلا حبيبي. باي. وأنت يا كابتن، سلام. عايز شقاوة؟ ها؟ صباح الخير يا كرم. صباح الفل يا باشا. حبيبي ازي حضرتك؟ ثواني ارد على التليفون. الو، صباح الخير. طبعا لسه اليوم ما ابتداش عندك. لا وانت الصادق، لسه ما خلصش. عندي صداع رهيب من امبارح، مش عارفه انام. الف سلام عليكي. الله يسلمك. طب بصي بقى، انا محتاجه اشوفك في موضوع كده يخص نغم، محتاجه اقعد اتكلم معاكي فيه. يا ترى اقدر اشوفك النهارده؟ موضوع ايه ده يا ترى؟ ما مش هينفع على التليفون، حابة أقول لك بس أول ما نتقابل. يلا سلام. أنا مش فاهمة أنت بتقول إيه أصلاً. والله ولا أنا فاهم هي قصدها إيه. يبقى خلاص؟ خلاص يعني إيه؟ خلاص مفيش موضوع. إزاي يعني مفيش موضوع؟ شو؟ أنا عارف نغم كويس أوي، وطالما اتكلمت في الموضوع ده يبقى أكيد في حاجة. طب ما تحاول تعرف منها بنفسك. مش هينفع. لو أنت اتكلمتي معاها هي ممكن تتكلم براحتها أكتر مني، وأنت هتعرفي أصلاً تقري ما بين السطور أحسن مني. بتضحكي على إيه؟ أنا قلت حاجة تضحك؟ مش ممكن. عندك طريقة رهيبة تقدر تقنع بيها اللي قدامك بكل سهولة باللي أنت عايزه، مهما كان اللي أنت عايزه إيه. طب أعمل إيه يا شو؟ ما هي دي شغلتي. من غبية بشكل. في حاجة ولا إيه؟ لا ما تشغلش بالك. يلا أنا
هقوم اروح النغم وهكلمك في التليفون. طب وقهوتك؟ مرة تانية. يلا باي باي. مستنيكي. ها حاضر. أوامر ما عليك. اقعد انا بس. تحت امر معاليك. عارف يا رمزي، انا لو كنت لسه في الوزاره كان زمانك انت هنا مكاني على الكرسي ده. اسمح لي معاليك، يعني محدش ينفع ولا يقدر يملى مكان معاليك. حضرتك اللي بتدي قيمه للكرسي اللي بتقعد عليه مش العكس. هو بقى ذكائك ولباقتك دول هما اللي خلوني متأكد 100% إن قراري كان صح لما اخترتك دراع اليمين وكاتم أسراري. يا رب أكون عند حسن ظن حضرتك دايما، ويا رب ما يخلفش الظن ده أبدا. بس يا رمزي الظروف تغيرت والبلد اتحولت خالص، عشان كده أنا قررت إن اللي هياخد مكاني في الوزارة هو انت يا رمزي. ليه معليك؟ انا عملت حاجة ضايقت حضرتك؟ اسمح لي، يعني اسمح لي واول مرة انطقها بلساني. لا لا، انا لا يمكن اسيب مكاني جنب حضرتك واروح اي مكان تاني حتى لو هطول نجوم السما بايديا. وجودك هناك أهم من وجودك هنا 1,000,000 مرة. لو بقيت هناك هنحقق مكاسب عمرك ما تتخيلها مهما كان خيالك واسع. أيوة بس يا فندم. استعجلش، فكر يا رمزي فكر. وبعدين الحكاية مش مستعجلة قوي، يعني احنا لسه بنمهد الأرض اللي هنتحرك عليها لحد ما تيجي الفرصة المناسبة. عليك مستغني عن خدماتي جنبك قدام أوامر حضرتك، مفيش قدامي غير إن أنا أقول حاضر، حتى لو كنت تعبان من جوه. يعني أهو إخلاصك ووفاك ده لو بقى ليا أنا بس رمزي هتلاقي نفسك في سابع سما في حتة تانية خالص. إنما بقى لو إخلاصك ده بقى لنفسك أو لأي حد غيري بأي شكل من الأشكال هتلاقي نفسك بدل ما كنت في سابع سما هتنزل سابع أرض. ساعتها رمزي مش هتقوم لك وأمة. اللحظة اللي هحس فيها إن حضرتك ممكن تشك فيا مش هيبقى قدامي غير حل واحد، ان انا اضرب نفسي بالنار قدامك بنفس راضيه. تأمريني بحاجه تانيه يا هاني؟ اه لو سمحتي يا كريمه، خدي نور غيري له البيجامه بتاعته. حاضر. يلا يا نور. يلا يا نور، تعالى حبيبي. نور باي. ما باي. يلا. ايه بقى؟ هو ايه اللي ايه بقى؟ انت بقالك ساعة عمالة تلفي ودوري عليا، عايزة توصلي ليه؟ أنا بلف ودور عليكي؟ أيوة يا شوق. هو أنا يا بنتي لسه هعرفك النهاردة؟ بقولك ايه؟ أنا حافظاكي وعجناكي وخبزاكي وعارفاكي كمان. قولي لي بقى، ايه الموضوع؟ بصي بقى سكة ودغري كده. أنا طاهر كلمني وحكالي على الموضوع اللي انتوا اتكلمتوا فيه مع بعض امبارح. هو بصراحة قلقان عليكي قوي وعايز يطمن فيه. ايه نغم مالك فيه يا حبيبتي؟ احكيلي. انت عارفة اني اكتر حد بيحبك، فعشان خاطري لو في حاجة صارحيني احكيلي.
أنا نفسي مش عارفة إيه اللي بيحصل لي يا شوق، مش عارفة. يعني إيه مش عارفة؟ إزاي يعني؟ أنا بيحصل لي حاجات غريبة قوي. حاجات غريبة إزاي يعني؟ ما هو أنا مش عارفة أوصفها لك إزاي. مش عارفة توصفيها إزاي يعني؟ ما تقعدي مع نفسك كده وتحاولي تعرفي وتعرفيني. نعم أرجوك احكي لو في حاجة بجد. يا لولو، يا اهلا يا اهلا. اخبارك ايه؟ انت عامل ايه؟ زي الفل. كنت قريب منكم هنا، قلت اجي اسلم عليكي انت والخواجه. انت تيجي في اي وقت طبعا يعني. انت عارفه انا كل ما بخش المكان ده بحس بحاجات غريبه جدا، بيوحشني. طبعا ما انت مقضي هنا نص حياتك اكيد يعني. دي كانت احلى ايام. نعم، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. قولي لي الخواجه جوه؟ موجود. طب على اسمك. يا بني ادم اذهب، طالما اسماعيل بيه قال الموضوع ده لازم يخلص يبقى لازم يخلص. ما تجننيش بقى، اتسرع ادخل. سلام. ايه ده؟ يا دي النور يا دي النور، ايه الشمس اللي دخلت عليا ونورت حياتي دي؟ منوره الدنيا. اقعدي يا روحي، اقعدي اقعدي. ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ ايوه ايوه. ده دي حاجه حلوه؟ بس مفيش احلى منك. ايه المفاجأة الحلوة دي بقى؟ بجد مفاجأة حلوة؟ مال؟ ده أنا طاير من الفرح من ساعة ما شفتك. أصل أنا كنت قريبة من هنا وقلت أجي أسلم عليك وأقول لك إن عيد ميلاد جيجي النهاردة ولازم تيجي معايا. لا 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 لا، ما ينفعش ما ينفعش بجد. لا أنا زعلان منك. في إيه يا رمزي؟ لا بجد زعلان منك. ليه يا رمزي؟ لا زعلان منك بجد. أصل ما ينفعش تقولي لي عيد ميلاد جيجي النهاردة كده فجأة. كان لازم تقولي لي ان عيد ميلاد جيجي النهارده كده قبلها بكذا يوم عشان انزل انا وانتي نختار هديه حلوه لجيجي. انت عارفه جيجي غاليه عندي قد ايه؟ ما تقلقش يا روحي، انا اتصرفت. طيب عيد ميلاد جيجي امتى؟ الساعه 9. ايه؟ لا كده كتير. لا بجد كده كتير، كده كتير بجد. لا ما هو انا فورته كده، انا فورته كبيره كده، مش عارف اتصرف ازاي. اصل النهارده عندنا ميتنج شغل انا واسماعيل باشا، مهم جدا مهم جدا، مع رئيس اكبر شركه للادويه من السويد. جاي نعمل الميتنج النهارده. لا لا انا فورته كبيره جدا، وجيجي غالي عليا، وانا مش لا يمكن ازعلك ولا اخليك تروح لوحدك. مشكله كده مشكله. هو في شغل الساعه 9 يا رمزي؟ امال امال يا روحي. الله، ده ميتنج يعني، ده من يوم الابيض واسود عشاء عمل. ده اسماعيل بيه مشقينا وموقفنا على دماغنا كده من شهر عشان خاطر الميعاد ده النهارده، الساعه 9. الساعه 9 اللي انت جايه النهارده بمنتهى البساطه جدا تقولي ان عيد ميلاد جيجي الساعه 9 برضه. ياه ياه. طيب بص هقول لك، انت روحي تمام وخدي معاك الهديه، وما تنسيش تكتبي عليها الكارت عليه اسمي واسمك ماشي، وانا هخلص الميتنج ده بسرعه واجي لك على طول. انا بجد زهقت من الشغل ده، واخدك مني على طول. ابدا ابدا، ولا حد يقدر ابدا في الدنيا ياخدني منك. الله، طب ازاي ياخدك مني وانت في قلبي؟ حد ياخد قلبي؟ طلع. دي واحده بس. سوري. نوره. ايوه. الو. ايوه اسماعيل باشا. ايوه عايزني حالا حالا يا فندم، هكون عند حضرتك عقبال ما تحط السماعه على التليفون هتلاقيني قدامك. امال؟ حالا حالا يا فندم. مع الف سلامه يا فندم. مع السلامه. شفتي؟ شفت. بالصدفه اهو، لا بينا ولا علينا، بابا ما بيستغناش عني ابدا، وتلاقيه عايز يكلمني في ترتيبات الميتنج بتاع الساعه 9 ده. يلا انا هروح لبابا بسرعه واجي لك على طول. أوكي. ماشي؟ اه صحيح. انت ما شربتيش حاجه، تشربي ايه؟ مش عايزه. لا 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 لازم تشربي، روحي اشربي. ممكن كوفي؟ لا لا كوفي ايه؟ كوفي على القمر ده يضر. اعمل لك ليمون وازود العسل شويه. ماشي. ايه ده؟ انت اكيد بتهزر، انت ليه ما لبستش لغايه دلوقتي؟
سلامة الشوف يا نجمة. شايفاني قاعد بلبوس ولا ايه؟ أنا برضو اللي سلمت الشوف ولا أنت اللي دماغك مش معاك أصلاً؟ أصلاً؟ مش الكلمة دي كانت ترند أيام الباشا تلميذ والصباع ده 2002 ده. إيه الظرف ده؟ ظرف والله كل المصطلحات دي انتهت، شوفي كلام الجديد بتاع دلوقتي ده يا نغم. وبعدين معاك يا رامي. طب لخصي طب يا نغم عايزة إيه عشان أنا مشغول والله. يا ابني هو أنت بتنسى إن أنا أختك الكبيرة ولا إيه؟ ما تتكلم معايا عدل. وبعدين يلا قوم البس، ما ينفعش نفوت حفلة أختك. حفلة أختي؟ لا لا فكك مني، انا مش هقدر اروح المشوار ده خالص، وعندي تريب تاني كده مش فاضي. الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده مش فاهمه منك اي حاجه. ما ينفعش ما نبقاش مع اختك في رساله الدكتوره بتاعتها، لازم نبقى معاه. انا اللي مش فاهم ايه؟ عادي يعني ايه اللي هيحصل لو ما روحتش؟ مش فاهم. هي دي بس اللي انت مش فاهمها؟ اولها حياتك انت شخصيا اللي انت عايشها باستسلام كده وباستهتار. انا مش فاهمه، مش فاهماها الحقيقه. انت هتفضل عايش بالطريقه دي لغايه امتى؟ نغم بالله عليك ما تفتحيش في قصص وتقرفيني في حياتي، انا مش قادر اتكلم في اي حاجه. اقرفك؟ طب يلا يلا قوم البس عشان شوق مستنيانا تحت ومش هينفع نسيبها اكتر من كده. يعني انت جبت شوق وخليتها تحت عشان تزنقيني اروح معاك غصب عني؟ ماشي. حاضر يا نغم. العيل السخيف ده. ايه الفوضى والاهمال اللي هم عايشين فيه ده؟ حبيبتي يا ماما يا ريتك معانا، كانش كل ده يحصل. حبيبتي الحمد لله يا طنط. طنط ايه طنط دي؟ مش احنا اتفقنا تقولي لي يا تيتا؟ حاضر يا تيتا. الله احلى تيتا، احلى تيتا سمعتها وداني. اقعدي يا حبيبتي. اقعدي يا قلبي. ازيك يا ست نوال عامله ايه؟ انا بخير الحمد لله. تعرفي انا النهارده كنت لسه بفكر فيكي انت وملوك. بجد خير؟ بقول ايه ده، راحوا فين دول؟ ده بقالهم يومين ما شفتهمش ولا جم ولا اطمنوا عليا. حقك عليا معلش، انا بس كان عندي شويه تعب هو اللي بعدني عنك. انت عارفه ما بعدنيش عنك غير شديد قوي والله. الف سلام عليك يا حبيبتي. الله يسلمك. فعلا يا رحاب انت الوحيده اللي طمر فيك العيش والملح. ايه ده بقى، ازاي الكلام ده؟ ده احنا كلنا بنحبك، وخصوصا بقى ابله نغم دي روحها فيك. ما تجيبيش سيرتها، انا مش عايزه اسمع حاجه عنها ولا عن اي حد تاني، دول مش ولادي صدقيني. المهم سيبك منهم، قولي لي انت عامله ايه واخبارك ايه. والله يا ابله نوال انا بحب احكي معاكي قوي. يا ابني هو انت ما تعرفش تقعد من غير الايباد ولا اللابتوب بتاعك ده؟ انت عارفه ان الحاجات دي بقت ادمان وادمانها اخطر من المخدرات. فاتك اللي انت قلتك الاول. انت بتبرتم بتقول ايه؟ لا لا بكح بس. بتكح؟ ماشي يا سيدي كح براحتك. المهم طمني بقى انت واختك عاملين ايه في حياتكم؟ مفيش اي جديد يعني، هي زي ما هي وانا زي ما انا. طمني بقى يا نغم، ما بقيناش صغيرين زي زمان، خلاص كبرنا، مش مستاهله كل التوتر والقلق الاوفر اللي انت عايشه فيه ده يعني. ماشي يا عم الكبير ماشي. المهم طمني، اخر مره رحت شفت ماما امتى؟ ماما؟ مين ماما؟ نعم انت بتستعبط ولا ايه؟ من زمان قوي ما رحتش. عمرك شفتي برود اكتر من كده؟ اصل هتفرق في ايه يعني؟ انا مش فاهم لما نروح نزور ماما ولا ما نزورهاش. ماما خلاص يا نغم بح. بعد الشر؟ اوعى تقول كده. وبعدين ما تنساش ان انت دلوقتي بتتكلم على مامتك. خلاص يا دي يا نغم، على فكره احنا عايزين نروح نشوفها. والله وحشتني قوي يا طنط. مش اكتر من، مش متخيله لما برجع من عندها ببقى تعبانه قد ايه. ايه ده ايه ده،
بقول لك يا بنت انت وهي. بنت انت وهي؟ ايه بنت اتجننت ولا انت بتنسى نفسك ولا ايه؟ معلش سوري المفاجأة بس الحماس كلمي. يا اصل ايه الخبر ده مش مصدق. ايه خبر ايه اللي خبط كده ولا ليه فرحك افهم بس؟ صاحبتكم تقريبا طلعت اشهر من محمد صلاح. صاحبتنا مين؟ سلسبيل. مالها سلسبيل؟ اسمها في قائمة أهم 20 شخصية علمية في العالم السنة دي. واو. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. والله سلسبيل دي بنت حلال، أنا بقالي يومين قلقانة عليها ومش عارفة ليه. قلقانة؟ يا حبيبتي دي بيقول لك واحدة من أهم 20 شخصية في العالم، ده احنا اللي بيتقلق علينا مش هي والله. اه والله. ربنا يستر. قربنا نوصل. يا حمدي سيب اللي في ايدك وتعالى لو سمحت عايزك ضروري. اه مع السلامة. اي يوسف في ايه؟ دي مقالة الرأي اللي هتنزل عندنا على الموقع بتاعنا وكمان الطبعة الأسبوعية. إيه ده؟ إيه في إيه مالك يا حمدي؟ أنت بتلمح على مين في الكلام ده؟ والله اللي على راسه بطحة حاسس عليها. الموضوع مش محتاج ذكاء، واضح قوي أنت بتلمح على مين. يوسف يا صاحبي أنت إيه؟ ما بتتعبش؟ لا يا حمدي ما بتعبش، في الحق أنا ما بتعبش، وأنت عارف كده كويس، وبعدين مش عايز رغي كتير. خليهم يدسكوا الموضوع عشان نبقى جاهزين. اتفضل يا بيه. حاضر يا ريس، بس لينا كلام بعدين. ايوه عمتي، يا دي النور يا دي النور، وحشتيني. ايه مال صوتك في ايه؟ ايه؟ بابا تعبان؟ طيب طيب طيب، خلاص اهدي اهدي، انا جاي حالا جاي حالا، مع السلامة. ألف ألف مبروك يا حبيبة قلبي، وأخيراً بقيت دكتورة، خلاص رسمي كده. الله يبارك فيك يا روح قلبي. إيه يا ابني أبو الهول؟ مفيش مبروك لأختك؟ آه هي كده خلاص المفروض نجحت يعني؟ مبروك. الله يبارك فيك. أنت عايشة مع التلاجة ده إزاي؟ ده فريزر وحياتك. ربنا يكون في عونك يا بنتي. فات وحشة. نعم، عايزة كده. دكتور نديم عايز اعرفك بنغم اختي. اتشرفت جدا بمعرفه حضرتك يا فندم، وبعدين على فكره كنت حاضر الحفله بتاعت امبارح، كانت حفله هايله جدا بصراحه. ميرسي قوي على المجامله اللطيفه دي. لا دي مش مجامله خالص على فكره، دي الحقيقه، وبعدين الظاهر كده ان الحس الفني في العيله كلها، يعني رهف فنانه شاطره جدا. هو فعلا بابا الله يرحمه كان فنان تشكيلي وكان بيألف روايات كمان. ربنا يرحمه. دكتور نديم هو مثلي الأعلى في كل حاجة، وبعدين مش عشان بس هو المشرف على رسالتي، لأ عشان هو غير وجهة نظري في حاجات كتيرة قوي، وبعدين هو صاحب أكبر مكتب ديكور في البلد، يعني لو عايزة تغيري حاجة في فيلتك أو كده هو ممكن يساعدك. أكيد إن شاء الله. وبعدين المكتب ده اللي أنت إن شاء الله هتشرفيه بكرة وتبقي إضافة كبيرة إن شاء الله. ايه ده هو انت مش كنتي قلتي ان انت هتكملي في التدريس وان انت مش هتشتغلي في المكتب؟ انا لسه قايله لك يا نغم بيغير وجهه نظري في حاجات كتير قوي. وبعدين ما تقلقيش خالص يا فندم، الشغل العملي هيساعدها كتير جدا ان هي يبقى عندها خبره كبيره وتفلها سكيلز كتير هي محتاجاها الفتره دي. تمام طبعا، اللي تشوفه حضرتك واللي هي عايزاه، اي حاجه هي بتحبها انا موافقه عليها. المهم بقى تبيضي وشنا قدام الدكتور وتبقي عند حسن ظن. انا اتشرفت جدا بمعرفه حضرتك. الشرف لينا يا دكتور، ومش هوصيك على رأي. أكيد طبعاً، هي عارفة غلبتها عندي قد إيه. فرصة سعيدة جداً. أنا أسف. طيب الوقت إيه؟ إن شاء الله. مبروك يا قطة. الله يبارك فيك يا نهم. يلا يا محبوبة، يلا. قصة الحب دي هتخلص إمتى؟ أه يلا. مبسوطة حبيبتي؟ أوي أوي. Thank you.
أنا بس عايز أعرف إيه الحاجة الغريبة دي؟ معرفش يا طاهر، مش أنا اللي عايشة معاها، معرفش، اسأل نفسك. الدكتور قال إيه يا عمتي؟ الدكتور قال إن صحته متدهورة يا يوسف يا ابني. أنا ممكن أسافر وأسيب البلد دي خالص وأخلي محدش يعرف عن أي حاجة. انا عن نفسي لو شفت البني ادم دي في اي حته مش هسلم عليها، لان انا قطعت علاقتي بيها من زمان، ويا ريت انت كمان تعمل كده، لان دي واحده واطيه وخاينه. عايزاكي تخرجي من اوضتك اللي انت حابسه نفسك فيها ليل نهار من ساعه اللي حصل ده. اخرج للناس عايشه دور الشهامه والبطوله، او اي حد كان يعرفني قبل كده واشوفه وهو بيبص لي بصه مش كويسه على اني بنت ما تربتش. الموضوع اللي عند ماما ده مش وراثه، يعني ما جاش لستي قبل كده ولا بنت خالتي ولا عمتي ولا اي حاجه من الحاجات دي. وبعدين لو هيجي لنا كلنا احنا واحد واحد عمره ما هيجي النغم، لان النغم قويه قويه قوي، والحاجات دي لا يمكن تاثر فيها. خايفه من ايه يا نغم؟ ايه اللي مستنياه يحصل ومخوفك قوي كده؟ ادخل. لقيت النور منور، قلت اطمن عليكي. لا انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ مفيش يا بابا، بقرا رواية. طيرت النوم من عيني. نعم على فاطمة برضو. هي الرواية اللي طيرت النوم من عينك ولا الضيف اللي زارنا؟ هو طاهر الضيف يا بابا. انت اكتر واحدة عارفة طاهر بالنسبة لي. اقولك على حاجة، اوقات كتير كنت بتمنى وما يكونش دخل في حياتنا أو في حياتك أنت بالذات. طاهر ملوش ذنب يا بابا، الموضوع كله نصيب، خلاص كل واحد فينا اختار حياته. فكرة بس إن هو طلع حظه كويس وأنا حظي وحش زي ما أنت عارف. عارفة ليه؟ عشان تعمدت إنك تختار النقيض ليه، تخيلت إن هو ده اللي هينسيكي. ممكن يا بابا ما نتكلمش في الماضي خالص بقى؟ لا، أنا بتكلم في اللي جاي. ولا اللي راح ولا اللي جاي. بابا أنا خلاص أسلمت نفسي، بقيت عايشة اليوم بيوم وخلاص، راضية بنصيبي. وعشان خاطري بليز بلاش تفتح في أي جرح، بحاول أنساه. ياريت ياريت يا حبيبتي تنسين وما تستسلميش للواقع. عارفة ليه؟ عشان عمرك اللي جاي. تصبح على خير. وانت من القهوة يا بابا. تعالي يا نغم. اتفرجي. الله الله الله، اتفضلي. افغاني. ايه ده يا بيه؟ ايه ده ايه ده، هو في ايه بس ما بالراحه؟ طيب في ايه؟ ايه ده يا بيه؟ لسه بدري يا ست هاني، ما لسه بدري، النهار لسه ما طلعش. اتفضلي. اهدي اهدي يا نغم، مش كده، اهدي. سلسبيل يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضلي. سوري بقى، أنا جهزت دلوقتي من غير ميعاد. يا حبيبتي ميعاد إيه ووقت إيه؟ أنتِ تنوري في أي وقت. أنا أقول لك إيه؟ إحنا بقالنا يومين أنا ونغم بنكلمك على طول كده وتليفوناتك كلها مقفولة. قلقتينا عليكي، في إيه؟ أحكي لك كل حاجة والله، بس الأول خليني أرتاح شوية. فعلاً تعبانة، بقالي 48 ساعة من طيارة لطيارة. ياه، بقول لك روحي خدي شاور ونامي وبكره لينا قعدة. طيب اوكي. نغم عاملة ايه صحيح؟ نغم كويسة واحنا كلنا كويسين. طيب يلا الأوضة اهي، وأنا أروح أجيب الشنطة وأحصلك. اوكي؟ اوكي يلا.
دي آخرة الحرية اللي احنا اديناها لكم، دي آخرة الثقة في عقلكم وتصرفاتكم. اتحججتوا ان البيت القديم مش لايق عليكم وعايزين بيت جديد، قلنا حاضر وجبنا لكم بيت جديد، تبقى دي آخرتها؟ ومن خفيه كان أعظم، والله أعلم بيعملوا ايه تاني. ما كل واحد فيهم كبر وشاف حياته وحس ان الشاسيه عرب فيعمل اللي هو عايزه. هو في ايه يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ انا كنت سهرانه مع صحابي البنات، ايه ما غلطتش في حاجه يعني؟ ما بالراحه بس يا جماعه كده تفهمونا على مهلكوا. بس هو ايه سبب الكبسه دي يعني؟ كبسه؟ ما دي لغه الديلر اللي هو بيتعامل معاه، والسوابق طبيعي يكون اللسان واحد. يا اساتذه امكم حاولت تنتحر النهارده، ولو ما كانش ربنا ستر كان زمانها راحت مننا. انتحر؟ معقول؟ عرفت بقى ايه سبب الكبسه يا بيه؟ دلوقتي حضراتكم لازم تشوفوا معانا حل عشان نرجع ماما تاني تعيش معانا. احنا ما ينفعش نسيب ماما تعيش لوحدها بعد كده. طب ما انتوا عارفين انها كده كده مش هترضى يعني. ايوه عارفين، بس انا عارفه ماما كويس، لو حست ان احنا متمسكين بيها وعايزينها تعيش معانا هتوافق وترجع تعيش معانا تاني، ولا هي رمزي؟ طبعا يا ايوه. طب واحنا يعني المفروض ان احنا نعمل ايه دلوقتي؟ نتصرف ازاي؟ نفضل معاها ليل نهار، ما نسيبهاش ولا دقيقه، ونشوف هي عايزه تعمل ايه ونعمله لها. صح يا رمزي؟ طبعا يا اختي. طيب والشغل؟ هنسيب الشغل؟ يا رهف نسيب الشغل، وهنسيب كل حاجه في ايدينا. بيتهيالي ماما تستحق ان احنا نضحي عشانها بكل حاجه، ولا ايه يا رمزي؟ طبعا يا اختي. تفتكري انك كده خلاص بقيتي في امان وبعدتي عن الخطر؟ زي ما تيجي تيجي، خلاص انت اللي اخترتي الطريق ده ولازم تتحملي نتيجه اختيارك. طمني، انت ما عرفتش هي عامله ايه دلوقتي؟ ما انا قلتلك طاهر بيه ونغم هانم روحوا وسابوها، يبقى اكيد اطمنوا عليها. والله والله العظيم انا قلبي كان حاسس كنت عايزه اروح لها النهارده. بقولك ايه، انا من النجمه هروح لها المستشفى. تروحي فين يا رحاب؟ هو حد عارف الست عامله ايه دلوقتي؟ وبعدين يمكن الزياره تكون ممنوعه عنها. يا سيدي تكون زي ما تكون، المهم ان انا اروح لها يعني هروح لها ان شاء الله، اقف لها عند باب المستشفى. الست دي جمايلها كتير قوي علينا يا كرم، ومهما عملنا مش هنرد فتفوته من اللي عملته معانا. ولا انت ناسي بقى ان الخير اللي احنا فيه ده كله من خيرها؟ طب ليه كده يا رحاب؟ حد قالك انها ليه الاصل؟ حقك عليا، خلاص تبقى توديني ليها يا كرم. حاضر هوديكي بكره. حاضر يا ست هوديكي، بس ممكن تسيبيني انام الكام ساعه دول؟ النهار قرب يطلع. نام يا كرم نام. ايوه يا ست حنان. انا مش عارفه انت جايب البرود ده منين. برود؟ أنا اللي بارد برضه. يا رب ربنا يشفيكي. أنتِ لازم تغيري طريقتك مع إخواتك. ما هو أنا كان لازم أفوقهم من الأنانية والسلبية اللي هم عايشين فيها دي. ما هو يا حبيبتي أنتِ برضه مكبرة الموضوع، وده مخليكي أنتِ مش قادرة تقدري اللي أنتِ بتعمليه. أنا مكبرة الموضوع؟ أيوه. لا على فكرة هو الموضوع كبير، مش أنا اللي مكبراه. يا حبيبتي أنا عارف كويس جدا إن أنتِ بتحبي مامتك قد إيه، وعارف الست دي عظيمة قد إيه، وعملت لكم كلكم في حياتكم قد إيه. بس يا حبيبتي أنت عارفة كويس جداً إني مفيش حاجة في إيدك تعمليها، وأخواتك عارفين الكلام ده ومستوعبينه على فكرة ومقتنعين جداً. أنا بقى مش مستوعباه ومش مقتنعة بيه ومش ممكن أقبله كمان. ما هو مش هينفع أفضل واقفة كده حاطة إيدي على خدي وماما بتروح مننا وأنا ما أعملش حاجة. يا حبيبتي محدش بيقولك تعملي كده، بس الحياة فيها حاجات كتيرة جداً نبقى محتاجين إننا نتقبلها ونسلم بيها، وحالة مامتك على فكرة واحدة منهم. مامتك مش متقبلاكم وبتتعامل معاكم على إنكم غرب، يعني مش ولادها. إحنا فعلاً كده يا طاهر. يعني إيه يا حبيبتي؟ يعني إحنا السبب في اللي هي فيه. إحنا تخلينا عن ماما بعد ما كنا مالين عليها حياتها، سيبناها للوحدة والفراغ لغاية ما وصلت للحالة اللي هي فيها دلوقتي. عشان كده حاسه بالذنب،
ولازم احاول بدل المره 10 عشان ما احسش ان كان في ايدي حاجه ممكن تتعمل وما عملتهاش. انت فاهمني يا دار؟ انت اصلك مش متخيل ماما عملت ايه بعد ما بابا توفى. مهما قلت لك هي ضحت عشان قد ايه مش هتستوعب اللي انا اقوله لك. انا عارف يا مهندر، وعشان كده انا هفضل جنبك على طول في اي حاجه انت تقرريها عشان ترجعي مامتك. انا كل اللي بقوله بس ان طريقتك مع اخواتك لازم تتغير، مش هينفع بالطريقه دي. فهماني؟ فهماك يا طارق. اهو انا بس يمكن لما شفت ماما في العنايه المركزه اتخضيت واعصابي باظت، يمكن برضو عشان ده نفس بالظبط اللي انا شفته النهارده الصبح. شفتي يعني حلمت بيه؟ لا والله شفته حقيقه زي ما انا شايفاك دلوقتي قدامي كده، شفته وانا بعزم. يا حبيبتي اهدي بس عشان خاطري. على فكره خوفك وقلقك على مامتك بخليكي تشوفي وتتخيلي حاجات مش موجوده اصلا. دي ازمه وهتعدي. وبعدين مين عارف، يمكن اللي حصل ده كله يخلي مامتك تحس انكوا حواليها بتحبوها وخالفين عليها، ده يخليها ترجع لكم. يا ريت يا طاهر، يا ريت. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله. انا عايزك بس تهدي بس. كنت عارفه انك صاحي على فكره. انا بخاف قوي من الجمله دي. عايزه ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ في اللي قالته اختك. عندك راي تاني غير اللي هي قالته؟ خايفه نعمل اللي نغم قالت عليه، وماما تصمم ان هي تعيش في بيت باب اللو، وانا مش هقعد في بيت باب اللو انا. يا عيني عليك يا بنتي، والله العظيم الاوفر ثينكينج ده هيقتلك. بتفكري في حاجات اصلا يا عالم هتحصل ولا لا يا رهف؟ معلش يا حبيبتي بقى، ان شاء الله كله هيبقى كويس. يلا روحي نامي بقى. طيب ممكن اعرف انت ناوي تعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ ما بفكرش في حاجه وناوي اتخمد دلوقتي واحلم وانام واتبسط. روحي نامي في اوضتك بقى. ده ايه الغلاسه دي بجد؟ نم. انت ما بتعملش حاجه غير ان انت تاكل وتنام، تاكل وتنام. كرش قاعد معايا في البيت. بتعلم منك. صباح الجمال على احلى خال في الدنيا. صباح الفل يا حبيبي. حبيبي يا خالو يا لوانا العظيم. ايوه ما دام البق الحلو ده يبقى اللي انا شاكك فيه اكيد. ايه بقى اللي سياده اللواء شاكك فيه؟ ما هو انت حبيبي ما تصحيش خالك الساعه 6 الصبح الا لو كنت عايز تقنع نغم بحاجه وهي مش موافقه، وجايني انا عشان اقنعها. وإيه الجديد؟
ما هو زياده اللواء ده صاحب المهام الصعبه وربنا يخليه لينا يا رب. بقول لك ايه؟ بلاش بقين الاوانطه دول، قول لي جاي عايزنا اقنعها بايه؟ هو حضرتك ما عرفتش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ماما كانت عايزه تنتحر امبارح. بتقول ايه؟ صباح الخير يا عمرو. صباح النور يا مدام. صباح الخير يا شيري. صباح الورد يا مدام. ايه الخواجه جه؟ لا لسه ما جيش. ايه ده معقول؟ لا ولا اتصل؟ لا اتصل وراح مشوار ضروري وهيجي علينا على طول. غريب قوي. على فكره اشرف الصبيحي بتاع اسكندريه اتصل بحضرتك وعايز طلبيه جديده وعايزك تكلميه ضروري. لسه فاكر ده؟ ماشي. شوف الخواجه راح فين. ايه خواجه؟ ليه كده زوخت رحت فين؟ تاخد رندفو من ورايا ولا ايه؟ رندفو ايه بس يا بنتي؟ لا ما خلاص راحت علينا. لا انا في مشوار خاص كده. شويه هبقى عندكم. يلا مع السلامه. انا اسف يا خالد بيه بس ما كانش ينفع ادرى عنك. ما انا غير اسف يا دكتور. انا ليه عندك رجاء ومهم جدا. لو هقدر اكيد مش هتاخر. لو صدفت وقابلت إلهام أو كلمتك في التليفون أرجوك مش عايزة تعرف حاجة عن الموضوع ده. بس هي لازم تعرف علشان خاطر. من فضلك يا دكتور دي مسألة خاصة أنا هعرف أحلها بنفسي. إلهام ما تعرفش حاجة ممكن. حاضر مادام دي رغبتك. أوكي شكرا. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. شرفت. نغم والله العظيم هي كويسه كويسه جدا اكيد يعني مش هيكون فيها حاجه واحنا قاعدين بنتكلم كده عادي. انتوا ازاي بس محدش فيكم يبلغني اول ما ده حصل؟ يا حبيبي كل ده حصل بشكل مفاجئ واحنا ما كناش مركزين. المهم دلوقتي حضرتك على قديمه ومقدر وضعي ونغم مش مقدره اي حاجه. بقول لك ايه؟ انت عمرك ما هتفهم نغم بتفكر ازاي. وعارف ان حضرتك دايما بتقولي ان نغم مختلفه عنك ولما بتحب تعمل حاجه بتعملها باخلاص. ماشي ما اختلفناش بس برضه تقدر وضعي. قول لي يا رمزي انت خايف من ايه؟ يعني يا خالي انت عارف المكان اللي انا فيها دلوقتي واسمي عامل ازاي؟ لما يتعرف ان امي في دار مسنين وعندها حاله نفسيه الموضوع ده ممكن يأثر عليا جدا ويرجعني 10 سنين لورا. اه انت بقى عايزني اروح اقنع اختك انها تتخلى عن امك زيك؟ انا ما قلتش كده يا جماعه يا جماعه ما تفكروش بقلوبكم فكروا بعقولكم شويه. الله وبعدين مش نغم بس اللي بتحب ماما ما انا بحب ماما 24 قراط اكتر من نغم. كل ما في الموضوع يعني انا مش شايف فايده من اللي نغم بتعمله. كأن الزمن بيعيد نفسه. أنا لما رشحوني في الوزارة لوظيفة كبيرة كنت مرعوب من إن أي حد من أهلي يغلط
والغلطة دي تخلي المسؤولين الكبار ما يرضوش عني. عشان كده عزلت نفسي، كانت النتيجة إني بقيت لوحدي، لا خلفت ولا عملت أسرة. بس الفرق اللي بيني وبينك إن أنا ما كنتش أناني زيك. رمزي يا ابني، أنا هقول لك حاجة واحدة حطها حلقة في ودنك. الطريق اللي أنت ماشي فيه آخرته مش كويسة. أنا تمام، أنا تمام والله. ويعني كلام حضرتك ده حلقة في ودني وحلقة في ودني وكل حاجة، وهعمل كل اللي أنت عايزه. بس حل لي الموضوع ده وكلم نغم. أكلم نغم في إيه؟ أقول لها يا نغم اتخلي عن أمك زي أخوك ما هو عاوز؟ لا يا رمزي، أنا هكلم نغم فعلا، بس هقول لها خلي أخوك رمزي على جنب خالص خالص خالص، عشان يا حبيبي صورتك تبقى كويسة قدام حماك. مش انت عايز كده؟ ايدك ابو بص. حبيبي أنا بقيت كويسة، وبعدين أكيد اللي بيحصل لي ده حاجة طارئة وهتعدي. اسمعيني يا ولاء لآخر مرة، بلاش تعملي القصة دي. أنت عارف إن أنا بحبك وبسمع كلامك، بس أنا ما بحبش طريقة الأوردر دي. أنت رايحة فين؟ عندي مشوار مهم جدا لازم أعمله. مشوار إيه ونغم اللي جاية دي؟ لا نغم تستنى، المشوار ده مش هينفع يستنى خالص. روحي ربنا يخليكي وروحي بعيد عني. لا يا ماما أنا مش هسيبك، أنا مش هسيبك تاني. وأنا مش عايزاكي. دي لوحة حمامة البازيلا بتاعت بيكاسو. اللوحة دي من أصل 5 لوحة اتسرقوا من متحف الفن في باريس. الانتربول في أوروبا كلها بيدوروا عليهم. لا طبعاً، طبيعي إن يكون ولاء البلدي أنا. أظن أنت كعالم أو أي حد مكانك لازم يكون ولاء البلد هو، لازم يوفيها حقها. اخبار المصنع لسه الدنيا متلخبطه قوي هناك؟ لا خالص، الحمد لله الوضع اتغير دلوقتي. المبادره اللي عملتها الحكومه لدعم المشروعات المتوسطه والصغيره استفدنا منها جدا، واخدنا قرض بفايده بسيطه، وكمان صلحنا المكان اللي كان عطلان، والامور ماشيه تمام. حلو قوي الكلام ده. طب انتوا ليه ما بتتصلوش بقى تقولوا لي على الاخبار الحلوه دي بقى؟ والله كذا مره اقول لخالي صديق، نقول ليوسف، يقول لي ما تشغليش يوسف بحاجه، سيبيه في اللي هو فيه. والله يا بنتي أنا مقصر معاكوا بشكل مخليني مكسوف من نفسي. ما تكبرش الموضوع، الحمد لله الأمور ماشية وتتحسن كمان.
تعرف يا ابتسام احسن حاجه فيك ايه؟ ايه؟ ان انت بنت بميت راجل وجدعه وعندك طموح، وان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه. احنا هنفضل بقى طول النهار نتكلم مع يوسف؟ مش ناسيه المصنع واللي فيه ولا ايه؟ في ايه يا ماما؟ هو انا يعني بشوفه كل يوم؟ حاضر يا ست ماما. انا همشي بقى عشان الوقت اتاخر. ربنا معاك يا ابتسام، مع السلامه. مع السلامه. عامله لك بقى كوبايه شاي تعدل الدماغ. تسلم ايدك يا احلى عمه في الدنيا، ربنا يخليكي ليا يا رب. تسلم وتعيش يا حبيبي. يا ما نفسي اعمل بايدي شربات الفرح ليله دخلتك يا ضنايا. لما يكون اوانه ان شاء الله. وامتى اوانه ده بس؟ لما ربنا ياذن. يا ابني العمر زي القطر بيرمح رمح. وانت اللي من سنك دلوقتي بقى معاهم عيال طولهم. انت بتزليني يا عمتي، هو انا كبرت اول الدرجه دي؟ العمر كله ليك يا حبيبي، بس انا خايفه العمر يسرقني انا وابوك ونقابل وجه كريم قبل ما نفرح بيك ونشوف ولادك. طب ده ابوك نفسه نفسه ومنى عينه يشيل ولادك ويملوا علينا البيت. استغفر الله العظيم. اولا ربنا يخليكوا ليا، لان انا ما عنديش حد في الدنيا غيرك انت وابويا. ثانيا المره دي اوعدك ان انا هفكر الموضوع بشكل جدي جدا. لا كل مره بتقولي كده، واقول المره الجايه هيجي ويفرحني وما بيحصلش. هو انت زاهد في الموضوع ده ليه يا ابني؟ غصب عن عمتي. هو لا مؤاخذه يعني، في حاجه تمنعك تفلى الشر؟ نعم. لا لا لا، مش اللي دماغي بتفكر فيه ده خالص. انا زي الفل يا عمتي على فكره. يعني اطمن؟ لا اطمني وحطي في بطنك بطيخه صيفي، اوعي تفكر التبكير ده. الحمد لله. طب يلا بقى اشرب الشاي. صباح الخير يا ست هاني. أخيرا ظهرت يا ست أمينة. خل غصب عني والمصحف الشريف يا ستي. إيه كل ده؟ عاجبك كده يا فرحة؟ مامتك بتدلع عليا إزاي؟ كنت مختفية فين اليومين اللي فاتوا؟ غصب عني والمصحف الشريف يا ست هاني. إيه ده إيه ده؟ إيه الخرشمة اللي في وشك دي؟ وريني كده؟ مش حاجة يا ستي. وريني كده. ضربك تاني أهو. شفتي؟ المرة اللي فاتت قلت لك اعملي له محضر، عايز تقولي أبو عيالي. بصي يا بنت الناس، هطلع اغير هدومي، هنعمل له تقرير طبي، نعمل محضر في الاسم، مش هيعمل كده تاني. سايق عليك يا حبيبي النبي بلاش، انا بقول يا حته داريني انا والبنات، انا اللي استفزيته. والنعمه الشريف امي ما عملت حاجه يا مدام، ده هو امبارح اللي طلب منها الشهريه لما قالت له ان بتاع العيال قام نزل فيها ضرب. اخرسي يا مقصوفه الرقبه، اما وريتك ما بقاش انا. كسفه على دمك، بتعلمي بنتك الكذب والخوف زيك يا جبانه. تعالي خشي يا فرح. انت مشغله له القنوات ليه طول النهار؟ لازم يضربك طبعا، مطلع عينك. تروحي فين؟ وانت مش شايفه حالتك عامله ازاي؟ انا بقيت كويسه. كويسه؟ ده انت لسه من دقيقتين كنت بتترعشي واعصابك تعبانه. صدقني انا بقيت كويسه. وبعدين انا مش هينفع ما اروحش اطمن على ماما يا طاهر. يا حبيبتي اطمني عليها وكل حاجه، بس انت برضو تعبانه وانا محتاج اعرف انت مالك. صدقني يا طاهر يا حبيبي انا بقيت كويسه. وبعدين اكيد اللي بيحصل لي ده حاجه طارئه وهتعدي. ما تكبرش الموضوع بقى. ما تكبرش الموضوع؟ ايوه طبعا ما تكبرش الموضوع. انا قدامك اهو زي الفل. وبعدين اوعدك اخلص من عند ماما واعدي عليك في المكتب نروح نتغدى سوا. احنا بقالنا كتير قوي ما اتغديناش مع بعض، مش كده؟ ماشي. حب بموت فيك. يا بنتي كلي، احسن من التفكير ده اللي هيقدم ولا هيأخر. شبعت يا ماما. الله، هو انتي كلتي حاجه عشان تشبعي؟ ماليش نفس يا ماما، مش عايزه اكل. يا بنتي حرام عليكي، انتي كده تتمقتي وتقعي من طولك وتموتي. يا ريت، ده انا لو مت يبقى استريحت ويبقى ربنا بيحبني بجد. تفي من بقك، الف بعد الشر عليكي. اقول لك ايه، ايه رايك كده لو نقوم نلبس ونروح نزور خالتك هالة؟ لسه امبارح مكلماني في التليفون وقايله لي ان ولاء وحشاني جدا. وبعدين يا حياتي هنفك شويه.
احنا بقالنا كتير جدا لا بنروح ولا بنيجي. ماما انا ولا عايزه اروح عند حد ولا عايزه اشوف حد. لو عايزه تروحي روحي انتي، لكن انا مش عايزه اروح. بقولك يا ماما انا هدخل انام، انا حاسه بصداع هيفرتك دماغي. الله ولاء استني بس يا ولاء. لا حول ولا قوه الا بالله. يا باشا ايه يا باشا حرمنا منك ليه؟ انت طولت الغيبة علينا قوي. معلش اتسحلت بس الفترة اللي فاتت دي شوية كده لوكس. معلش عموما الحمد لله على السلامة يا باشا. اللي اقول لي يا رامي باشا الاستاذة ولاء بقالها فترة برضو ما بتجيش. الدنيا كلها بتتغير يا ابني وهتفضل انت زي ما انت رغاي. طب فاكر طبعا انا كنت بشرب ايه ولا نسيت؟ انسى ده كلام يا باشا. تلات دقايق ويكون عند حضرتك احلى فنجان قهوه فرنساوي. نورت يا باشا نورت. الحمد لله على السلامة معالي الباشا. الله يسلمك يا حبيبي، هات لي قهوتي وكراسه. عينيا يا باشا. هو انا النسكافيه بتاعي لو سمحت. عينيا يا ست الكل، نورت يا رامي باشا. الله يخليك. ممكن اعرف في ايه بقى؟ هو انا ليه كل ما بجيب لك سيرته بتتضايق؟ اعتبرها غيرة مثلا؟ هو مين ده يا بنتي اللي هغير منه؟ انت عبيطة؟ انا مش قصدي تغير منه. انا قصدي تغير عليا انا يا حبيبي. طب فكك من شغل يا حبيبي ده عشان انا بتكلم بجد دلوقتي مش بهزر. انا فاهم كويس ان الديل ده الكوميشن بتاعه تو ماتش وانت عايزاه جدا، بس الراجل ده سمعته زباله. بس انت عارف كويس قوي ان انا مش فارق معايا الفلوس صح؟ كل الموضوع ان انا واخده الموضوع ده تحدي. مفيش اي حد في زمايلي لا اللي موجودين دلوقتي ولا اللي قبل كده عارف يعمل الديل ده. انا عارف ان انت متحمسه للتحدي اللي ضد الكون ده، بس طب نتكلم بالعقل بالراحه. انت كده كده هتحرقي كل البنزين ده على الفاضي، لان هو مش هيديكي اي حاجه من اللي انت عايزه توصلي له غير لما هياخد حاجه قدامها. بس انت عرفني كويس قوي يا رامي، وبعدين انا اقدر اخلي اللي قدامي يتعامل معايا باحترام حتى لو هو كان بني ادم مش كويس ولا بني ادم بيتعامل مع الناس بطرق معينه. انا اللي هجبره يتعامل معايا حلو. ايه المشكله بقى؟ مفيش مشكله. اسمعيني يا ولاء لاخر مره، بلاش تعملي القصه دي من غير مناهده بقى وحوارات. بقولك ايه، ما كفايه كلام بقى في الموضوع ده عشان هيزعلنا من بعض بجد. انت عارف ان انا بحبك وبسمع كلامك، بس انا ما بحبش طريقه الاوردر دي. انت عارف الموضوع ده هيفيدني قد ايه في الشغل؟ وبعدين ده تحدي بيني وبين نفسي، وانا لازم اكسب التحدي ده مهما كانت النتيجه. رامي باشا رامي باشا. ألف حمد لله على سلامتك يا ماما. كده برضو تخدين عليكي. ليه بس كده يا حبيبتي؟ ده أنا نغم بنتك. نغم؟ طبعا مش أنتي. نغم بنتي
لأحن بنت على أمها، لكن أنت واحدة شبيهة ليها. عندي الحق تزعلي مني، بس خلاص أوعدك إن أنا هبقى جنبك على طول، أنا وإخواتي مش هنسيبك أبدا. إخواتك؟ ما فين إخواتك دول؟ ولادي لما يعرفوا إن أنا عيانة اتلفوا كده حواليا ما يسيبونيش. بقول لك إيه؟ شوفي أنت رايحة تعملي إيه، روحي. روحي ربنا يخليكي، روحي بعيد عني. لا يا ماما أنا مش هسيبك، أنا مش هسيبك تاني. وأنا مش عايزاكي. ادخل. ست نوال. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا ست نوال. ألف بعد الشر عليكي. ألف مليون سلام عليكي يا حبيبتي، ألف مليون سلام. الله يسلمك يا حبيبتي. إزيك يا ست نغم؟ لا مؤاخذة، عرفتك من ريحتك. أنا حابة زيك كده برضو. هو أنت عليكي تقعدي يومين ما تشوفينيش ولا تيجي تطمني عليا؟ حقك عليا والله يا ست نوال، غصب عني. لولا تعب ملك تعبت وسخنت شوية، والله العظيم ما كنت سبتك أبدا. لا ألف سلام عليها. هي كان عندها إيه؟ يا صباح الخير. صباح النور حبيبتي. ايه اللي مقعدك كده؟ هو انت ما نمتيش ولا ايه؟ ما جاليش نوم. طب يلا تعالي نعمل اتنين نسكافيه تمام كده وتحكي لي حكايتك بالظبط، عشان حاسه ان في حاجه مش طبيعيه وراكي. يلا قومي قدامي. معلش يا نغم انا اسف وراحت عليا نومه، بس معلش. ولا يهمك، خليكوا نايمين. ماشي معلش، بس طب قولي لي ماما، طب طمنيني عليها بس، عامله ايه؟ طيب عشان يتاجر فيها. ماشي. أنا بس حبيت إني أنبهكم. تمام، طب إيه؟ مفيش أي جديد عندك؟ في طبعًا. كويس. عندي مزاد كمان يومين في أمستردام أنا طالعة. وإن شاء الله هدور لسموه على أي حاجة هو هيحبها. هبعت لكم صور، ولو في أي حاجة هو عايزها أنا هجيبها معايا وأنا راجع. جميل، أنت عارف هو بيثق فيك قد إيه وفي ذوقك. حتى مسميك صياد الطعن في الندرة. واحنا تحت امر سموه، ان شاء الله نكون بس عند حسن ظنه. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذن انا بقى. ماشي. وفي بينا اتصال ان شاء الله. ان شاء الله. سلام. ايوه يا خواجه. الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ تمام. ساعة بالكتير واكون عندك. لا ما تقلقش مش هتاخر.
يلا سلام. ايوه يا عمرو انا معاك اهو. يلا احنا قلنا ايه؟ 4 شمعدان في 1350 و3 فازة ايه كريستال ولا ايه؟ تمام في 2000. يلا احسب انا معاك اهو. طلع الكالكوليتر يا عمرو وخلصني كده. الحساب 11400 يا هاني. متأكد؟ اوكي. طيب المهم تاخد الفلوس كاملة من الناس مش زي المرة اللي فاتت. يلا باي. فرحة تعالي. هو انت ازاي حسبتي بسرعة كده؟ انا شاطرة قوي في الحساب والأبلة في المدرسة بتقول ان دماغي كمبيوتر. ما شاء الله يا حبيبتي. ايه ده؟ ده انت كده جينيوس. انا خلصت كل حاجة يا ست هاني، ما تأمرنيش بحاجة تاني؟ لا يا حبيبة قلبي، دقيقة واحدة. ماشي يا ستي. تمشيش دقيقة واحدة. اوعي تكون يا فرحة ديتي ست هاني بحكي ما انا عارفاكي لمضة وبلسانين. والله ما عملت أي حاجة يا أمه. ماشي يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب ويخليكي. خدي يا ايه ده يا ستي؟ خدي شوية هدوم شكلي كده للبنات. أنا عارفة الأوضة عندكم خطوبة، خدي بالك عليها. ربنا يبارك لك ويخليكي يا ست هاني ويسترك يا رب. قادر يا كريم بحق اللي بتعمليه معايا ومع بناتي. خدي دول كمان. ايه دول يا ستي؟ لا يا ستي كفاية كده. يا بنتي اسمعي الكلام وخدي. لا والنبي يا ستي كفاية الهدوم يا ستي. خدي بدل اللي جوزك خده وما مسكش. طب وانت ذنبك ايه بس يا ستي؟ مش كفايه الهدوم يا حبيبتي؟ ده مش عشانك ولا عشان فرحه واخواتها. تمام. ربنا يخليك يا ستي، ما احرمنيش منك ابدا. فرحه انا مبسوطه منك قوي. ايه الجمال ده؟ قولي لي بقى عايزه تطلعي ايه لما تكبري؟ انا عايزه اطلع دكتوره يا حبيبتي. اجمل دكتوره بجد. ماشي يا ستي، تأمريني بحاجه تانية؟ لا يا حبيبتي. يلا يا حبيبتي يلا. اله ربنا يسترك يا رب وما احرمنيش منك ابدا. امين. انت كملي معايا ومع عيالي يا رب. نشوف عمرو. ايوه يا عمرو. اي حبيبتي بتهزري؟ وصلت امتى بنت المجنونه دي كده من غير ما تقول؟ طيب خلاص انا 10 دقايق وابقى عندكم. خلاص مستنيينك. يلا باي حبيبتي. يلا باي. كلها 10 دقايق وتكون هنا. طب ممكن يا ستي تريحيني من جو القلق والانتظار اللي انت معيشاني فيهم دول من امبارح؟ وتحكي لي فيه ايه؟ وايه حكايتك بالظبط؟ يعني هو انت مش قادره تصبري بس 10 دقايق لحد ما نغم تيجي واحكي لكم انتوا الاثنين مع بعض؟ طب قولي لي اي حاجه. انت كنتي مختفيه فين؟ ده احنا حاولنا نكلمك اكتر من مره بس تليفوناتك كلها كانت مقفوله على طول. انا عارفه طبعا ان انت بتقلقي وفضولك اكيد هيموتك. خلاص هحكي لك واريحك. خلاص الو. ايوه انا. مين؟ مازن. انت بتتكلم منين؟ ده بجد؟ طب حالا انا جايه. باي باي. استني بس، انت رايحه فين؟ عندي مشوار مهم جدا لازم اعمله. مشوار ايه ونغم اللي جايه دي؟ لا نغم تستنى، المشوار ده مش هينفع يستنى خالص. يلا مش اتاخر عليكم. اشوف وشكوا بخير. عامل زي الفرحه، تيجي تدخل القلب وتمشي على طول. والله يا عمتي أنا لولا شغلي في جورنال في القاهرة أنا ما كنت سبتكم وعشت معاكم على طول في السويس. اتوكل على الله يا ابني، روح شوف شغلك وربنا يعينك ويقويك. حبيبي عم صديق، أهم حاجة عندي تاخد بالك من صحتك، والأهم من ده كله تسمع كلام عمتي لأن دي أكتر واحدة بتحبك في الدنيا. قول له والنبي يا يوسف يا ابني، أحسن ده فاكرني أمنا الغولة. حاضر يا يوسف يا ابني حاضر. حبيبي أشوف وشك بخير. سلام يا ابني. شوف وشك بخير. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا حبيبتي. خد بالك من نفسك يا يوسف. حاضر. وكل كويس. هاكل كويس. مع السلامة يا بابا. مع بابا. سلام. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. دي آخر حاجة كنت ممكن أتوقع إن أنا أسمعها منك يا دكتور مازن. أنا عم بقول هيك لأني خايف عليكي. أنت متخيلة يا دكتورة إن ممكن يتركوكي تعملي اللي بدك إياه بكل سهولة؟ لا طبعًا، هم أكيد مش هيسيبوني. إذا كان أنا فلتت منهم في لندن بمعجزة. طيب. بعدين أنا كان لازم أعمل كده. البحث ده أنا تعبت عليه جدًا، اشتغلت عليه سنين، وأنت أكتر واحد عارف الكلام ده كويس. لأني بعرف عم أقول لك هذا الشيء. هي أكبر غلطة بتغلطيها بحياتك،
يعني انت متوقعه انه هن بعد ما قدموا لنا المعامل والامكانيات العلميه المهوله يتركونا ناخذ الابحاث وحدا غيرهم يستفاد منها؟ غيرهم دي بلدنا، بلدنا اللي احنا كبرنا وتعلمنا فيها، الطبيعي ان احنا نديها حقها. الحقيقه انه نحزم يكون ولائنا لهم لان هن موفروا لنا كل شيء. احنا سددنا كل حاجه على فكره، سددنا كمان اضعاف. وبعدين انت نسيت يا دكتور مازن انا وانت اشتغلنا قد ايه وتعبنا مع بعض ازاي؟ ده احنا وصلنا لنتائج هم ما كانوش يحلموا بيها. وبعدين هو انت ليه بحسسني ان البحث ده تحديدا انا سرقاه؟ البحث ده بحثي، ده فكرتي وانا اللي اشتغلت عليه وتعبت عليه سنين. حتى المعامل بتاعتهم انا ما حاولتش استخدمها، انا اجرت معامل من تكاليفي انا، من مصاريفي انا الشخصيه، انا اللي كنت بدفع كل حاجه من جيبي. ولا انت نسيت يا دكتور مازن؟ لا ما نسيت، بس هنا من وجهه نظرهم انه ولائك لازم يكون لهم، انه احنا كنا بنشتغل معهم. لا طبعا، الطبيعي ان يكون ولائي البلدي انا. اظن انت كعالم او اي حد مكانك، اي مكان في البلد من اي مكان، سواء سوري عراقي اماراتي، لازم يكون ولاؤه البلد، وهو لازم يوفيها حقها. يا مندي اللي هتختفي سلسبيل رجعت امبارح. طب كويس، بس اللي انا متاكده منه ان في حاجه كبيره قوي وراها. سلسبيل اللي شفتها امبارح مش سلسبيل صاحبتنا ابدا. أنا جاي لحضرتك في موضوع خطير جدا. خير؟ أنا واقعة في ورطة كبيرة أوي. اتفضلي قولي. طمني، رحت لماما؟ أنا جاي لك عشان كده يا حبيبتي. أنا ما أحطش صباعي تحت ضرس ولد فاروق وأشمته فيا. يعني هتسيب الأرض تروح مننا كده فطيس يا بوي؟ وعلى فكرة أنا ممكن أروح معاكي لو عايزة. إيه اللي خلاك تعمل كده يا طاهر؟ ليه عملت كده؟ من غير ما ترجع لي حتى؟ يا ريت الزمن يرجع بيتي. حاجات كتير أوي ما كانتش هتحصل. انا برضو مش فاهمه اي حاجه من اللي انتي بتقوليها. هو ده اللي حصل من ساعه ما طبت عليا امبارح لحد ما جالها التليفون المريب ده، فطرت زي المجنونه قالت لي مش هتاخر. بس اللي انا متاكده منه ان في حاجه كبيره قوي وراها. سلسبيل اللي شفتها امبارح مش سلسبيل صاحبتنا ابدا. تفتكري عشان كده كانت قافله موبايلها الايام اللي فاتت؟ ما قالتش حاجه، بس كانت على طول ساكتة ومساهمة وفي دنيا غير الدنيا. أنا خايفة لتكون ورطت نفسها في حاجة كده ولا كده. لا ما تهيأليش، سلسبيل أعقل من كده بكتير. وبعدين هو أنا لسه هقولك مين سلسبيل، ما أنتي عارفاه زي زيك بالظبط. أمال بتفسري بإيه اللي بيحصل ده؟ مش عارفة. ربنا يستر. يا ربي وأنا كنت ناصحة. في إيه؟ مالك يا حبيبتي؟ تعال تعال. ايه ده؟ انتي بتعيطي؟ في ايه اللي بيحصل؟ طب احكيلي. بس خاصمك النبي ما تزعلي مني، انا والله ما يحوشني عني غير الشديد القوي، لولا تعبها والله ما كنت سبتك. تسلميلي، طبرت فيك العشره اصيله طول عمرك. يا خبر يا ست نوال، ده انا لو طول عيش خدامه طول العمر تحت رجليكي، والله ما هوفي الجمال اللي انت مغرقاني بيها. ربنا يخليكي وما تحرمش منك، انت زي ولادي وانت اللي فضلالي. زي الكلام ده، ولادك راحوا فين؟ ما هم حواليك، ربنا يبارك لك فيهم ويخليهم لك يا رب. طب تصدقي بالله دي الست نغم قلبها كان هيتقطع عشانك، دي طيبه وحنينه قوي والله. كانت، لكن دلوقتي اتغيرت. يا ريت ما تجيبيش سيرتها، لا سيرتها ولا سيره غيرها. المهم انت عامله ايه؟ تعالى يا سليمان. ازيك نوال؟ ليه عامله تعمليها؟ ليه عامل تعمليها يا نوال؟ زهقت يا سليمان، زهقت من الدنيا، مش عايزه اعيش علشان يرتاحوا كلهم. زهقتي ايه ومش عايزه تعيشي ايه؟ انت فاهمه ان اللي انت بتعمليه ده هيريح اللي حواليك، اللي حواليك كلهم بيحبوك يا حبيبتي، دول هيتعبوا مش هيرتاحوا. اوعي تعملي كده تاني يا حبيبتي، اوعي تعملي كده تاني. لو كنت شفتي سعادة ماما قد ايه لما الحب دخلت عليها، لو كنت شفتيها قد ايه كانت مبسوطه وهي بتتكلم معاها، كنت تحسي ان هي اللي بنتها مش انا.
تمنيت ساعتها ان الارض تتشق وتبلع. بس الحق مش غريبه عنكم، دي تقريبا متربيه معاكم، مامتك بتحبها، وانت كمان كنتي بتشكري فيها على طول، بتقولي لي كل ما بتروحي تزوري ماما في الدار بتلاقيها عندها. يا حبيبتي انا مش زعلانه ان ماما بتحبها، بالعكس انا بس بتعلي نفسي. خلينا انت بيني وبين رحيل، وازاي انها ما سابتش ماما طول الفتره دي، فضلت معاها. الاحساس ده وجعني، تعبني، محسسني بتأنيب الضمير قد ايه انا اهملت ماما وسبتها تروح مني بالشكل ده. بس ان شاء الله ماما هتخف وترجع تاني واحسن من الاول كمان. يا ريت يا ريت يا شوق، يا ريت الزمن يرجع بيه تاني. حاجات كتير قوي ما كانتش هتحصل، كنت اتمنى اصلح حاجات كتير قوي حصلت غلط. بس يظهر الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه غير لما تروح، طول ما هي معاه ما بيعرفش قيمتها. عندك حق، في حاجات كتير قوي ممكن تتعوض إلا الأم. يوم بتروح بتروح معاها حاجات كتير قوي لا يمكن تتعوض. أهو ده اللي أنا حاسة بيه، نفسي الزمن يرجع تاني وأروح لها ترمي في حضنها وأقول لها سامحيني يا ماما، حقك عليا، أنا معرفش أعيش من غيرك، نفسي أرجع بيا الزمن. تعرفي شو؟ الظاهر انه الحكي معك بهذا الموضوع ما رح يجيب نتيجه طول ما انت مقتنعه فيه. عموما انا لازم امشي لانه صار موعد طيارتي، بس انا بدي منك شيء مهم يا دكتوره، بدي اياك تنتبهي على حالك كثير منيح، ديري بالك، انا خايف عليكي، الموضوع مو سهل ابدا. اطمن يا مازن، انا هنا في بلدي وسط اهلي، يعني الناس هنا هيدافعوا عني بكل الطرق وهيحموني اكيد. انا بتمنى لك انك تحققي هدفك، وخصوصا انك ضحيتي بكل شيء كرماله. التضحيه اللي انا ضحيتها ما لهاش اي ثمن خالص، جنب اللي انا نفسي فيه واللي نفسي احققه. المهم عندي الفايدة اللي هتعود على بلدي من المشروع ده، وساعتها أنا مش هحس بأي تضحية أبداً عملتها. يا بخت بلدك فيك يا دكتورة. أوعدني إن أنا أشوفك تاني يا دكتور مازن. أكيد أكيد يا سلسبيل. بعدين أنت لما بدك تنفذي مشروعك بدك مساعدين؟ ولا ما بدك يعني الشرف إن يكون جزء بسيط من المشروع؟ بالعكس بقى، ده الشرف ليا أنا طبعاً يا دكتور. يلا بشوفك على خير. أشوفك على خير. باي باي. باي. دي كده بتهرج، قالت لي كلهم 10 دقايق تقوم تختفي كل ده وتقفل تليفونها كمان. قفلت تليفونها؟ لا طبعا دي حاجه تقلق. حبيبتي انا عندي اوردر تصوير كمان نص ساعه. يلا يلا حبيبتي اتكلي على الله، روحي شوفي شغلك، انا مش عايزه اعطل. لا يا حبيبتي انت عمرك ما تعطلين، انت كمان فوقي بقى، اللي انت فيه ده ما ينفعش خالص. انا هبقى كويسه ما تقلقيش. المهم قولي لي عربيتك جت نسيانه ولا اخدك معايا في سكتي؟ لا الحمد لله جت، ما يحرمنيش منك يا مفهومه. ولا خلاص على ابديتي اول ما اعرف انا اي حاجه. اوكي جود لك في شغلك. ثانك يو. باي باي. انت لسه بتفكري في الموضوع اللي حكيتي لي عليه بتاع امينه؟ ما تتصوريش يا اميليا انا مستفزه ازاي من الموضوع ده. هموت هموت من الغاز بجد. الراجل ده ما عندوش دم. ازاي بيبص في عين عياله بجد؟ ايه ده؟ مش كل الناس بتفكر بطريقتك دي يا حبيبتي. الناس دي بتفكر تخلف وخلاص من غير حساب. ولا بيفرق معاهم هيأمن لهم مستقبلهم ازاي؟ هيعملوا ايه ليهم؟ ولما بيجوا على الدنيا بيفكروا ازاي يستفادوا منهم بأي طريق. يا سلام بقى لو بنات طالعه موضه دلوقتي خلفوا بنات كتير ويشغلوهم خدامين في البيوت. وبيني وبينك ما هو برضه الصبيان بيتعكوا برضه بيمسحوا في الإشارات ويمسحوا عربيات واحنا يتحرق دمنا. الحقيقة مش عادلة زي ما انتي متصوراها. ما تشغليش بالك بمواضيع انت مش طرف فيها، لانك مش هتقدري تغيري حاجه فيها. طب بذمتك، بذمتك مش طرف فيها ازاي؟ ما احنا معكوكين اهو يا جماعه. اقول لك على حاجه، ما هو خطاب غلط، يعني انا في التلفزيون مثلا اسمعهم يقولوا خلفوا كتير عشان انا مباه بيكم الامم، طب يا جماعه انت مش عارفك ان الكلام ده صح اصلا، ما هو عكس القران يعني. ربنا مش هيباهي بامه ضعيفه، ربنا عايز امه قويه. لا في ايه قرانيه عظيمه بقى بتقول لك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لا الخلفة الكتير أكيد مش هترضي ربنا بالمنظر ده أبداً. يا محمد، يا محمد افهمني، الراجل ده بتاع كلام مش بتاع أفعال. بالظبط كده. ما أنت عارفني، أنا مش هغير رأيي،
ومش عايز اتعامل معاه، انت اللي اتعامل معاه. يا عم اسمعني بس. بقولك ايه؟ اقفل دلوقتي، في مكالمة لازم ارد عليها. سلام. وانا بقول التليفون نور كده ازاي؟ طمني عليك يا حبيبي، اكبر شغلك ايه؟ شغل زي الفل، ماشي عال العال. طبعا البركه في اللي بيمشي الشغل. كلام انجليه قوي انت، قوي. بقول لك ايه صحيح، انا خدت لك ميعاد من دكتور مهاب الحسيني وهو مستنيكي تكلميه، وعلى فكره انا ممكن اروح معاك لو عايزه. ايه اللي خلاك تعمل كده يا طه؟ ليه عملت كده من غير ما ترجع لي حتى؟ مالك يا حبيبتي، في ايه؟ اتضايقتي كده ليه؟ اصل انت بتتصرف زي ما يكون انا مش موجوده، وبعدين انا قلت لك الموضوع ده يعني حاجه عارضه وهتعدي. ليه مصمم تدي الموضوع ده اكبر من حجمه؟ يا حبيبتي عشان خايف عليكي بس. خايف عليا يعني؟ شايفني مجنونه مثلا ماشيه في الشارع بقطع في شعري؟ يا حبيبتي مش قصدي والله. لو بتحبني بجد يا طاهر من فضلك ما نتكلمش في الموضوع ده تاني وننسى الموضوع ده خالص. حاضر حاضر، بس ما تتضايقيش، اهدي. لو بجد خايف عليا وعلى زعلي ما نفتحش الموضوع ده تاني. انا مش هروح لدكاتره نفسيين، انا كويسه. بس ما تتضايقيش، اهدي. يلا سلام. انت عارفه ان مش دي الحقيقه. ليه مش عايزه تواجهي نفسك بالحقيقه؟ مساء الخير. مساء النور. بروفيسور رياض موجود؟ ايوه، مين حضرتك؟ انا من تلامذته. اهلا وسهلا، اتفضلي. ميرسي. اتفضلي. دكتورة سلسبيل، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ميرسي يا دكتور. أنا متابع أخبارك ومقالاتك الأخيرة، أنا فخور بيكي على الآخر. تلميذة حضرتك بقى يا دكتور. لا تلميذة إيه، أنت بقيتي أستاذة، اتفضلي ارتاحي، أهلا وسهلا. خير يا دكتورة؟ هقول لحضرتك، بس يا ريت توعدني إن الكلام يفضل ما بيننا. مش عايزة أي حد يعرف أي حاجة خالص. ده من رغبتك أنا لازم أحترمها، بس إحنا كده الكلام خدنا، نسيت أقول لك تشربي إيه؟ لا لا مش سي ولا أي حاجة خالص. أنا جاية لحضرتك في موضوع خطير جدا. خير. أنا واقعة في ورطة كبيرة أوي، مش عارفة أعمل إيه ولا عارفة أتصرف إزاي. ولجأت لحضرتك عشان تفيدني تقولي أعمل إيه. اتفضلي قولي. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، الكلام اللي بتقوله ده ما يرضيش ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم الحاج، هو أنا جاي أفصل معاك؟ أنا عبد المأمور، جاي أبلغك بقرار المحافظة. بس ده خرب بيوتي يا عالم. شكلنا مش هنخلص النهاردة. لو سمحت يا عم الحاج، امضي اللي أنت استلمت القرار، خلينا أروح أشوف حالي، أنا مش فاضي. استهدى بالله بس كده يا سعادة الباشا وما تأخذناش. أصل الخبر ده نزل علينا كده زي القضا المستعجل. وزي ما تقول كده، الارض دي هي كل اللي نتحكم عليه في الدنيا. نصيبكم كده يا حاج، ان الارض دخلت في رسومات الكوبري اللي المحافظه تعمله. طب قول لنا الله يرضى عليك، مفيش طريقه كده ولا كده نقدر بيها يعني نخلي الكوبري ده يبعد عن ارضينا؟ طريقه ايه يا عم الحاج؟ دي قرارات جايه من فوق، فوق قوي. الا بقى لو ليكم حد واصل يعني يقدر يشوف لكم صرفه. لنا ربنا يا بيه، ربنا اللي أكبر من الكل. ونعم بالله. وقعلي بقى هنا عشان أتوكل أنا وفعت على حد كده. السلام عليكم. محق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا جزيلا.
يا اهلا يا اهلا، ايه النور ده؟ انا برضو بقول البيت منور كده ليه؟ يا حبيبتي ربنا يخليكي، ده نورك. ازيك يا نهى؟ الحمد لله. وحشاني زي جدا جدا. وانت كمان اتفضل يا خير. اتفضل يا حبيبتي. انت كمان وحشني قوي، مش متخيل قد ايه. انت كمان يا حبيبتي وحشاني جدا جدا جدا. طمني، رحت لماما؟ انا جاي من عندها يا حبيبتي. انت رحت لها؟ ويا ريتني ما رحت. طبعا انت عرفت اللي حصل. ماما يا خالو رافضه تسامحني، رافضه حتى تسمع مني اي كلمه. مش عارفه اعمل ايه. انا جاي لك عشان كده يا حبيبتي. جرالك حاجه في نبوخك يا واد انت؟ ليه بس كده يا حاج؟ يعني والد فاروق قلنا هيساعدنا في الورطه دي؟ والد فاروق قال الود وده شفنا مولعين احنا والارض في ساعه واحده، هو اللي هيوقف ويانا. الكلام اللي هتقوله ده عدى عليه عمر بحاله 15 سنه، حتى لو 500 سنه. والد فاروق راح ينساش اللي عملناه وياه. انت فاكر ان طاهر محتاج منينا حاجه؟ ده عقبال املتك ربنا فاتح عليه من واسع وبقى حاجه كبيره قوي. ولو انا ما احط صباعي تحت ضرس والد فاروق وشمته فيا، يعني هتسيب الارض تروح مننا كده فطيس يا بوي؟ يعني طاهر اللي هيرجعها لنا يا ابو مخ فرد بولغه انت؟ واي طاهر للود وده نشوفها راحت مننا، لكن لا انا مش هنول غرضه ده، ده على جدتي. بص يا نعم، ماما كانت متعلقه بيكوا جدا جدا، انتوا كنتوا كل حياتها. هي ما كانتش مستوعبه ان هيجي وقت وتسيبوها كلكم. المشكله بقى ان الوقت ده جه بسرعه وكلكم سبتوها في وقت واحد، فهي للاسف ما استوعبتش واتصدمت. صح، انا عشان كده كنت بقول يعني ان احنا لو رجعنا تاني حواليها وجنبها يمكن ده يحسسها بالامان وترجع تاني تعيش معانا ونبقى كلنا مع بعض تاني ونرجع زي زمان يا خالو. لا مش هيحصل يا حبيبتي، على رأي الست عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان، ده مستحيل يا نغم مستحيل. ليه بس يا خالو ليه بس؟ هقول لك ليه، لأن لو ده حصل أنت بالتأكيد هتضغط على أخواتك، وأخواتك لو ضغطت عليهم هيعملوا ده وهم مجبرين، وده مش هيسعدها ولا يريحها ولا هترجع لكم زي ما أنت عايزة. طب إيه الحل دلوقتي؟ نسيبها كده عايشة لوحدها على طول؟ لا مش هنسيبها عايشة لوحدها، بس بقولك إيه، أنت تسيب أخواتك يعملوا اللي هم عايزينه. يا نغم يا حبيبتي، الحب والاهتمام يا حبيبتي لازم يجي من جوه البني آدم، ما ينفعش يجي بالفرض وبالقوة. فاهمة؟ لا لا لا، بس عشتنا أكتر، إيديكي بس. إيه التقليد ده؟ إيه التقليد ده؟ عرفتنا العيلة الأول. هي بتحبنا أكتر، معلش هنعمل إيه؟ تعالوا أنتوا الأولاد، أنتوا الاتنين أكتر، معلش. إشمعنى أنت يا نغم؟ تعالوا ماما. ألف رؤوفة، ألف رؤوفة. ربنا يخليكوا ليا. يا ابني أوعى بقى بطل كلام بقى، يا لهوي عليك. ما تقعدش بطلي شقاوي. تقليد قلود والله. ما تقعدش تقلد طول عمرك في حاجة مهمة أوي. أنا هتكلم معاكم كلكم واحد واحد من غير ما تتخانقوا. وانت يا رام اوعى تضايق اختك. مالك يا رياض؟ من ساعة الضيفة اللي كانت هنا ما مشيت وانت قاعد في مكانك ما اتحركتش. هي قالت لك حاجة ضايقتك ولا حاجة؟ لا خالص. أمال إيه؟ أصلها حملتني أمانة، مش عارف أكون قدها ولا لأ. أمانة؟ أمانة إيه؟
تستعجليش يا دكتورة، هتعرفي كل حاجة في وقتها. أنا كل اللي بفكر فيه دلوقتي المسكينة دي، حاسة إنها حطت نفسها على شريط سكة حديد قدام قطر ما بيرحمش. أنا مش فاهمة حاجة، أرجوك تفهمني تقصد إيه. ربنا يستر. يا حبيبتي أنا أول ما وصلت قلت أكلمك، مفيش حاجة، أنا كويسة اطمني. والله كويسة، مش هينفع الكلام خالص في التليفون دلوقتي. خلاص أنا هجيلك بكرة وأحكيلك كل حاجة. تحت أي ظروف لازم نتقابل بكرة. مش هينفع، مش هينفع خالص اللي أنت بتقوليه. أنت مش هينفع تختفي تاني، وما تقلقينيش عليكي. باي بكرة. ها باي. مساء الخير يا بيبي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ يا مين دي اللي هتختفي؟ سلسبيل. هي رجعت؟ امبارح. طب كويس. اخلي دادا كريمه تحضر لك العشاء؟ لا لا لا، ماليش اي نفس. ليه يا طاهر، في ايه؟ مفيش حاجه. انت هتخبي عليا انا؟ ده انا نغم حبيبتك. عندك مشكله في الشغل صح؟ في مشكلة كبيرة جدا عند خالد حسان. ماله، في ايه؟ خير؟ مش مهم دلوقتي، انا الصراحة مش قادر اتكلم. قوليلي بس ماما عاملة ايه. بلاش يا حبيبتي، لا تروحي ولا تيجي. انا بقى مش موافقة على اللي انت عايزة تعمليه ده. يا ماما انا حاسة ان انا لو رحت اتكلمت معاها هي هتسمعني وهتصدقني. يا حبيبتي هي لو كانت عايزة تصدقك كانت صدقتك من الاول. بلاش عنده واسمعي كلامي، وشيلي بقى الناس دول من دماغك. اللي صدقوا عليكي كده من الاول ما يستاهلوش حاجه ابدا. يا ماما انت عارفه ان الناس دي كانت هتبقى عيلتي التانيه، وانت عارفه انا بحبهم قد ايه. وبعدين مش رايحه اقول لها حاجه، انا بس هتكلم معاها براحه. انا حاسه انها لو سمعتني هتقتنع بكلامي، وساعتها انا هستريح، مش هعمل اكتر من كده. فمعلش يا ماما عشان خاطري، سيبيني اتصرف براحتي. يا سلام. طب ما انا مالك يا حبيبتي؟ في حاجة؟ لا سلامتك يا طاهر، أنا كويسة. متأكدة؟ أه والله يا طاهر أنا كويسة صدقني. طيب. طب أنا للأسف مضطر أمشي. النهاردة اتعشوا ما تستنونيش، ورايا شغل ويمكن أتأخر. ها؟ يلا حبيبي. باي. وأنت يا كابتن سلام، مش عايز شقاوة ها؟ باي باي بابا. صباح الخير يا كرم. صباح الفل يا باشا. حبيبي. ازي حضرتك؟ ثواني ثواني ارد على التليفون. الو. صباح الخير. طبعا لسه اليوم ما ابتداش عندك. لا وانت الصادق لسه ما خلصش. عندي صداع رهيب من امبارح، مش عارفه انام. الف سلام عليكي. الله يسلمك. طب بصي بقى، انا محتاجه اشوفك في موضوع كده يخص نغم، محتاجه اقعد اتكلم معاكي فيه. يا ترى اقدر اشوفك النهارده؟ موضوع ايه ده يا ترى؟ ما هو مش هينفع على التليفون، حابة أقول لك بس أول ما نتقابل. يلا سلام.
انا مش فاهمه انت بتقول ايه اصلا. والله ولا انا فاهم هي قصدها ايه. يبقى خلاص. خلاص يعني ايه؟ خلاص مفيش موضوع. ازاي يعني مفيش موضوع؟ شوف انا عارف نغم كويس قوي، وطالما اتكلمت في الموضوع ده يبقى اكيد في حاجه. طب ما تحاول تعرف منها بنفسك. مش هينفع. لو انت اتكلمتي معاها هي ممكن تتكلم براحتها اكتر مني، وانت هتعرفي اصلا تقري ما بين السطور احسن مني. بتضحكي على ايه؟ انا قلت حاجه تضحك؟ مش ممكن. عندك طريقه رهيبه تقدر تقنع بيها اللي قدامك بكل سهوله باللي انت عايزه، مهما كان اللي انت عايزه ايه. طب اعمل ايه يا شو؟ ما هي دي شغلتي. من غبية بشكل. في حاجة ولا ايه؟ لا ما تشغلش بالك. يلا انا هقوم اروح النغم وهكلمك في التليفون. طب وقهوتك؟ مرة تانية. يلا باي. باي. مستنيكي. ها؟ حاضر. أوامر ما عليك. اقعد يا لمسة. تحت أمر ما عليك. عارف يا رمزي، أنا لو كنت لسه في الوزارة كان زمانك أنت هنا مكاني على الكرسي ده. اسمح لي ما عليك، يعني محدش ينفع ولا يقدر يملى مكان ما عليك. حضرتك اللي بتدي قيمة للكرسي اللي بتقعد عليه مش العكس. هو بقى ذكائك ولبقتك دول هما اللي خلوني متأكد 100% إن قراري كان صح لما اخترتك دراع اليمين وكاتم أسراري. يا رب أكون عند حسن ظن حضرتك دايما، ويا رب ما يخلفش الظن ده أبدا. بس يا رمزي الظروف اتغيرت والبلد اتحولت خالص، عشان كده انا قررت ان اللي هياخد مكاني في الوزاره هو انت يا رمزي. ليه ما عليك؟ انا عملت حاجه ضايقت حضرتك؟ اسمح لي، يعني اسمح لي واول مره انطقها بلساني. لا لا، أنا لا يمكن أسيب مكاني جنب حضرتك وأروح أي مكان تاني حتى لو هطول نجوم السما بإيديا. وجودك هناك أهم من وجودك هنا 1,000,000 مرة. لو بقيت هناك هنحقق مكاسب عمرك ما تتخيلها مهما كان خيالك واسع. أيوة بس يا فندم. استعجلش، فكر يا رمزي فكر. وبعدين الحكاية مش مستعجلة قوي، يعني احنا لسه بنمهد الأرض اللي احنا نتحرك عليها لحد ما تيجي الفرصة المناسبة. خلاص طالما ما عليك نستغني عن خدماتي جنبك. قدام أوامر حضرتك مفيش قدامي غير إن أنا أقول حاضر، حتى لو كنت تعبان من جوه. يعني هو إخلاصك ووفاك ده لو بقى ليه أنا بس رمزي هتلاقي نفسك في سابع سما في حتة تانية خالص. إنما بقى لو إخلاصك ده بقى لنفسك أو لأي حد غيري بأي شكل من الأشكال هتلاقي نفسك بدل ما كنت في سابع سما هتنزل سابع أرض. ساعتها رمزي مش هتقوم لك وأمة. تحس فيها ان حضرتك ممكن تشك فيا مش هيبقى قدامي غير حل واحد، ان انا اضرب نفسي بالنار قدامك بنفس راضيه.